شيخ الطيب، من الحتة بتاعت الدين دي، أنا حقيقة عندي سؤال يمكن طابعه فلسفي كده، هل تدين الأرض أصلا؟ يعني هل يجوز أن نقول هذه أرض مسلمة وهذه أرض يهودية وهذه أرض مسيحية؟ نعم، تدين تدين الأرض. هناك شيء طبعا في الفقه الإسلام موجود، يعني دار الإسلام ودار الكفر وكذا. يعني بعدين في بلاد غير أنها يعني مدينة، في عندها خصوصية خاصة. يعني أديك مثال، يعني هل مكة القبلة نحو المسجد الحرام هذه نصلي عليها الآن؟ أنا لا أصلي نحو الخرطوم ولا أصلي نحو مضقط رأسي، إنما أصلي للمسجد الحرام. كذلك المسجد الأقصى ذكر في القرآن، لذلك له قدسية خاصة. أجرى الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم عرج به إلى السماء من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. وبالتالي الأرض يعني الأرض تدين. شيخ الطيب، بالمنطق ده، دي أرض أنبياء يهود من تاريخ قابل جدا، يعني شنو المنطقة اللي بيخليها أرض مسلمة والإسلام فيها وجود مادي ومعنوي هو لاحق للوجود اليهودي؟ يعني هذه الأرض ليست أرض اليهود، هي أرض المسلمين. منذ آدم بعث آدم بالإسلام، وبعث الرسل الأنبياء جميعا بالإسلام. موسى كان نبيا ليه، موجود في القرآن ومذكور أكثر عشرات المرات، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور عدة على أصابع اليد. لذلك هؤلاء، هذه الأرض أرض للمسلمين، هؤلاء الأنبياء كلهم أنبياء مسلمين. عشان كده بالنسبة لي أنه القضية هي قضية أنه ده إسلام بالنسبة لي. حتى أنبياء يهود في تقديرهم مسلمين. نعم، هم مسلمين. نعم طبعا هم مسلمين. نعم، هو سماكم المسلمين من قبل، يعني حتى إبراهيم بعث بالإسلام، وموسى بعث بالإسلام، كل الأنبياء بعث بالإسلام، كل الأنبياء. يختلفون في الشريعة لكن العقيدة واحدة، هي الإسلام، هي الإسلام، هي التوحيد. نعم، ما في يهودية، ما في مسيحية يا شيخ الطيب؟ نعم، هي يوجد مسيحية، لكن هذه اليهودية هي ذات تقوم على الإسلام، والمسيحية تقوم على الإسلام. لماذا لا نسمي المسيح عيسى بن مريم؟ لكن هذه كلها هي الإسلام، ونحن نعتقد بأن كل هذه الأديان هي، وكل الأنبياء بعثوا بالإسلام. برتم مقاطعة إذن عن الشيخ الطيب قامت على مبدأ ديني، وجهة نظره واضحة جدا، وانت تتفق معه على الاقل، خلينا نقول في العقيده. يعني لا، ما بتفق معه في العقيده، لا في العقيده، وهو مسلم، انت مسلم اقصد. يعني موضوع ثاني، اول حاجه المنطق بتاع الاستاذ طيب هو منطق عاطفي، وبتحرك الدوافع بتاعت اسلام سياسي او اسلام او عروبه او قضيه اسلام سياسي او حتى العروبيين بنفس المنطق بتاع الاستاذ طيب بيتكلموا. فالقضيه سياسيه بحته، ما عاطفية ولا عندها علاقة بالدين، ولا عندها علاقة بنفس المنطقة اللي قال إنه دولة محتلة أرضنا. ده كلام أنا أقوله، كلام ما فلسطين برطم ما محتلة، وليست هي أرض الأقصى. يعني الآن إذا كانت قضية احتلال، حلايب محتلة، حلايب محتلة، خلي مشي حرب حلايب، الفشقة محتلة، خلي مشي حرب الفشقة. يعني قضية من خطين، قضية احتلال دولة لدولة. الآن إحنا في السودان في دولتين محتلين مناطق من السودان، وإحنا ساكتين ومصفق لهم وأصحابهم وحبايبهم جدا. اثنين، موضوع الميز الأقصى ما في خلاف إنه أحد القبلتين، لكن أنا زي ما قال عبد المطلب، للبيت ربنا يحميه، أنا رب الإبل، الميز الأقصى عند ربه يحميه. أنا ما مكلف إن أنا أحمي الميز الأقصى. أنا بحمي خرطومي السوداني ده. أنا قلت المركزية السودان. أنا ما عندي إلا الميز الأقصى، ولا بقدر احميه، ولا انا دولة بتاعت حدود عشان انا ادافع عن المجلس الاقصى. انا ما حتكلم لك زي الاخرين، والله يا اخي العرب وغيره والفلسطينيين زادوا، هم الان اكثر بشر منبطحين وعندهم علاقه مع اسرائيل. ما بتكلم منطق ده، انا بتكلم منطق مختلف تماما، انه والله انا بتهمني قضيتين مركزيه اللي هي السودان، القضيه الوطنيه. شوف حال المواطن السوداني وحال المواطن انا قاعد في فلسطين، في مستوى التعليم، في الصحه، في غيره في غيره في غيره. فالقضية ما ناخذها من ناحية عاطفية أساسا، القضية ما عاطفية ولا عندها علاقة بالدين ولا عندها علاقة بالعروبة، عندها علاقة بتاعت الآن إسرائيل نرضى ولا ما ترضى. هي دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، هي أمر واقع، العالم كله معترف بها، وإنت جزء من هذه المنظومة. فإنت ما تقول تغرد يعني نتيجة إنك إنت عندك فهم سياسي معين كويس، سواء كان ديني أو عروبي أو غيره، تقعد تسوق الناس في خط حقك، يعني خط عاطفي بحت.
شيخ الطيب الأولويات يعني. الأولويات دي حقيقة أنا سمعتها من أكثر من زول، إنه عندنا أولويات وطنية، عندنا أراضي محتلة، الأولوية لتحرير حلايب والفشقة وليس المسجد الأقصى. أول حاجة أقول لك بصراحة جدا، نعم أنا مسلم بالمناسبة قبل أن أكون سودانيا. أول حاجة أنت مسلم؟ أي أنا مسلم قبل أن أكون سودانيا. وهذه حتى الجنسية السودانية هذه منحت لي من قبل هناك، ولن أسأل يوم القيامة عن سودانيتي، سأسأل عن إسلامي. الغيبة دي حيبين لك بالله سبحانه وتعالى، ما عندنا علاقة. خليك كمل يعني. هذا ما من دخل الدين في النص، الدين ده علاقة بينك. لا هو هو مبدأ ديني بقى، خليك كمل وجهة يكمل يعني. نعم كمل وجهة نظره. نعم للأسف الشديد هو العاطفي، هو العاطفي، أنا شغال بقضية وطن. أنا بالنسبة لي الوطن، لو كان الوطن بيسمو على الدين لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وفيها بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله الحرام، قال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. خرج من مكة وفيها بيت الله سبحانه وتعالى وهي دي وطنه من أجل دينه. فلذلك القضية قضية الدين يخدم. لماذا يوم القيامة نحن ما نحاسب عن 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 أوطاننا هذه الجغرافية؟ الوطن هو حدود جغرافية بين الدين وعلاقة بالله سبحانه وتعالى. قضية الإسلام السياسي دي طبعا دي هذه الكلمة التي يرددها العلمانيون وقالوا الإسلام السياسي. يا أخي ليست نحن الإسلام واحد. أنا شيخ الطيب أغلب الأحزاب العلمانية ضد التطبيع. ما بعد كده ذات حتى الأحزاب العلمانية ضد. أنا أتكلم عنه بصفة فهم الإسلام السياسي. الإسلام شامل توحيدي فيه السياسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سياسيا، كان رئيسا للدولة، دولة المدينة، وعمر الخطاب كان، وأبو بكر الصديق كان. يعني الإسلام السياسي الذين يقولون لك الإسلام السياسي دي فيها نحن حقنا الإسلام بالنسبة لنا دين توحيدي فيه الاقتصاد وفيه السياسي وفيه الاجتماعي وفيه الثقافي وفيه كل شيء. هو دين توحيدي يشمل كل مناحي الحياة. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا. لو 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 عزيزي نرد على برطم، نرد على برطم إنه بردنا عليه. لا لا أنا بزال ألخص وجهة نظره في إنه الأولوية الآن لفلسطين ولا الخرطوم وليس حلايب وليس الفشقة. الكلام أولوية أولوية ليست لي. أنا أقول لك بصراحة جدا، أنا كمسلم كمسلم كسوداني ما مسلم. لا لا خلاص خلاص هو قال لك أنا مسلم قبل أن أكون سوداني. يعني أسمع كلامي والسودانية لست مصرا عليها أصلا، لست مصرا على أن أكون سودانيا، لست مصرا أن تكون سودانيا، لست أكون مصرا أكون سودانيا إذا كان ذلك يتعارض مع إسلامي. هذا الحق يكون واضح جدا. أنا ديني يقدم على كل شيء آخر، يمكن جدا أن أمشي أتخذ أي جنسية أخرى، دي ليس لكن لن أغير ديني. ديني هو الذي يحتل أولوية بالنسبة لي، ده الذي سيحاسب عليه يوم القيامة. لن أحاسب على سودانيتي وعلى مصريتي. هذه كل قضايا دنيوية حالية يعني كده أشياء. والوطن الجغرافي بالمناسبة صنع الخواجات. الوطن الجغرافي ده السودان بحدوده هذه صنعها الإنجليز وليس له من اطناعها حتى. برطم يعني نحن مسلمين قبل ما نكون سودانيين، وجهة نظر فيها كثير من المنطق. أنا أقول إنه الدين ده علاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. بقيت سوداني، بقيت هندي، بقيت ده موضوع آخر. نحن نتكلم أنا عن علاقة بوجودي أنا في دولة اسمها السودان. المفروض أنا الدولة دي عندي فيها علاقات، عندي فيها تاريخ مشترك، عندي فيها سياسة، المفروض أنا تقودي إلى استقرار. إذا أنت تعاملت إنك أنت مسلم، ما تضيع لنا السودان ده بإسلام، تقدر أمشي دول بلد تانية. هذا عن جسدك كويس. هو تقول له انا مسلم ما فرق عندي، وانت احسب كلامك دي انه فلسطين اهم لك من الخرطوم، اهم لك من حلايب. ده مش في وطنك ذاته كده. انت ما سوداني معنا ذاته. ليش انا اقول كمان اجيك من الاخر؟ طيب اجيك من الاخر عشان برضه كده نحب اكون من الاخر. انا مش انا المسجد الاقصى والمسجد الحرام اهم لي من الخرطوم. طيب مش ليه طوال كمل وجهه نظرك. اسمعني لا تقاطعني، اسمعني خليها تم كلامي. انا اهم لي من الخرطوم. لماذا؟ لانه قلت لك انا بالنسبه لي دي العقيده، دي قبله. انا لا اصلي نحو الخرطوم ولا اصلي نحو منطقه راسي فريده الهوجي في محليه المتمة. انا اصلي نحو ذلك. فقضيه الدين دي ابي افتكر انه قلق قضيه خاصه، ما قضيه خاصه، لانه الله سبحانه وتعالى امرنا بالجهاد. يا ايها النبي جاهد يحرض المؤمنين على القتال.
سلمان الفارسي ألم يكن فارسيا؟ نعم يا بكري؟ نعم. لماذا قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقاتل مع الرسول؟ المشكلة يا سيد بكري دقيقة، صهيب الرومي، صهيب الرومي اسمعني اسمعني. طيب أنت دينا من الدين، طيب لو عندك منطق في الدين، صهيب الرومي عندك منطق في الدين؟ لماذا لم يقاتل من أجل الروم؟ لماذا قاتل من أجل دينه؟ لماذا بلال الحبشي قاتل من أجل دينه وليس من قاتل؟ يا أخي القضية بتاعت الدين دي تعلو على كل شيء آخر. نسمع وجهة نظر الشيخ عطيه. القرآن بالنسبة لي إذا كنت أنت القرآن جادع وماذا ما شغلت به كثير ويش وأن ما بيهمك، ودي قضية خاصة وقضية عاطفية أبدا بيهمني جدا. القرآن هو المقدس عندي وليس كل شيء آخر. خلاف أنت ما تبغى تزايد في موضوع أصلا منتهي. طيب طيب تفضل برطمان. شوف يا أستاذ طيب المزايدة بتاعت القرآن والدين والإسلام وكان ده موضوع إحنا جاوزناه زمان. ما جاوزناه. طيب. الناس ما عندهم فرصة. أنت المنطقة الدين بتاعك ده زاوية تتكلم عنه ده. طيب تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفى درعه كان مرهون ليهودي. نعم. الدولة المدنية. دولة المدينة نعم. دولة المدينة كان موجودين فيها اليهود وكانوا جزء من سير اجتماعي. وصالحهم. وصالحهم. يعني أنا كمسلم ما عندي مشكلة مع اليهود. هو بيختل لي قاتلوا اليهود قاتلوا النصارى دي ما شافوا الصلح ما شافوا الصلح كويس انت بتختار بين شيخ طيب والله هو ايات القتال بس نعم هو منطق يعني ما صحيح هو منطق من التاريخ شيخ طيب ارد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انا اتكلم عن انه هل والله لو كان اسرائيل دي ما محتل ارضي محتلش حلايبه يعني طيب خليني اكمل خليني اكمل خليني اتم كلامي ما قاطعكم قاطعني بلي ارجوك انا اسرائيل دي لو ما محتل ارضي لو كان في بلد اخر ما عندي اي مشكله معها كويس وما عندي مشكله انه يكون جاري يهودي وابو طالب كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشركا وجد كان هناك فلذلك المشكلة أصلا ما في مفهوم فيها المشكلة في أنه هي أرض محتلة لأرض مقدسة عندي الله بيسألني عنها أنا دا أتخذ موقف ينجيني أمام الله سبحانه وتعالى عندما يقول لي عندما أسأل يوم القيامة لماذا يعني ضحيت بالمسجد الأقصى لماذا واددت القرآن رد يا أخواننا وترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين يسارعون فيهم يتوددون إليهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة هذه نزلت يا ليت وكان رجعت شفت تفسير هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح وأرمي من عندي فيرضوا على ما صار فلذلك القضية هي أنه قضية المسلم يا أخوان ليس مش مجرد أنه حيوان بيأكل ويشرب الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام سخرية منهم لماذا القضية أكبر من ذلك نطلع أنت من في سبيل دينك ممكن تضحي بنفسك الجهاد لماذا جاهد الناس لماذا جاهد وقاتل وقتلوا في سبيل دينهم هل جاهدوا في سبيل شيء آخر غير دينهم أنا في سبيل الأقصى يمكن جدا أن أضحي بروحي في سبيل الأقصى لماذا لأنه ورد فيه قرآن كريم ولأنه مجد الأقصى لا تشد الرحال إلا لثلاثة ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المجد الأقصى إلى المجد الأقصى ومنها عرج به إلى السماء هو مقدس عندي أنا كمسلم مقدس عندي إذا كان أصلا أنا اللي بهتم بالقرآن وبعتبر لكم كلام فارغ وما يعني ما يعنيني في النهاية حاول سائل أي كلمة ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد سألني الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت المجد الأقصى وجهة نظر كاملة واضحة الشيخ الطيب دي فرصة ما مساوية عندما احتلت في إسرائيل دي فرصة ما مساوية أول حاجة شوف نديك قدر وزيادة كمان طيب أنا تاني بأكد على حاجة إنه نحن مقاطعين لين 62 سنة والمقاطعة دي ما رجعت القدس وما حترجع القدس واحد اثنين ما كان عندها جدوى ما عندها جدوى اثنين الدول الإسلامية بتكلم عنها ذاتها سواء كان تركيا عندها تبادل تجاري مع إسرائيل 6 مليار دولار تعاون عسكري وتعاون عسكري كل الدول العربية والإسلامية هي عندها تعاون سواء كان ظاهري أو باطني مع إسرائيل يعني أنا بكتبك الآتي إنه القضية ما قضية دينية زي ما الأخ تفضل اثنين أنا بأكد على الحياتين إنه أنا بعتبر إنه زمن الحروب انتهى نحن ما دولة نطاق ولا عندنا علاقة مباشرة زي ما قلت لك إنه أنا مش أحرر القدس أنا لو عايز أحرر حلايب والفشقة طيب ثلاثة أنا بأكد لك على حياتي إنه أنا قضيتين مركزية هو السودان ليس غير السودان طيب النقطة الأساسية فهو إذا تطبيع شنو حقه عشان يكون النقاش نقاش مفيد للمشاهد نحن نتكلم إنه التطبيع فوائده شنو 62 سنة مقاطعين 62 سنة ما استفدنا حاجة طيب نحن ممكن نستفيد شنو من هذا التطبيع إذا كان فيه فائدة للسودان لا بعرف قدس لا غيره للسودان إذا وفيد للسودان نتحالف مع الشيطان ما عندي مشكلة شيخ
الشيطان كمان ولا اليهود؟ الشيطان لمصلحة السودان. نعم. مصلحة السودان والمواطن السوداني. نعم. يتحالف مع الشيطان. نعم. حكاية الدين والعروبة ده نحكم له كلام عاطفي ما ودينك قدام. بس. اكتفيت. عشان بعدين ما تقول أبدأ أظل أنه ده حيجيب آيات. إنه شوف. إنه شوف. الليلة أنت لما صنفت يا بكري. نعم. دولة راح للإرهاب. نعم. ما عشان المدمر الكون. ولا عشان. أنا بس درس لك سؤال واحد ومباشر. نقفل مسألة الدين دي تماماً. بالنسبة لي مفهومة أصلاً. تماماً. تماماً ما عنده علاقة. ما داخله في الصراع. ولا داخل سياسي. ولا التطبيع. ده صراع سياسي. صراع سياسي بحت. والدين إنه الآن الفلسطينيين هم أصحاب الميزة الأقصى دي. اللي ما أقرب منك الميزة الأقصى. قاعدين في ظل الحكومة. مكاناً وحالاً. مرتبات من الإسرائيليين متعلمين كهربتهم منهم تبادل تجاري شغال. شيخ طيب خليني من كلامه ده أسيخ سؤال. 62 سنة. ما رجعت الأقصى 62 سنة مقاطعتنا ما أثرت سلبا في إسرائيل مش من الأفضل أنه على قرار صلح الحديبية الناس يجربوا الصلح اسمعني أنا ذكرت لك صلاح الدين أيوبي الصليبيون عندما احتلوا المسجد الأقصى عندما احتلوا فلسطين 100 سنة ظل الناس صامدون ظل الناس صامدين إلى أن إلى أن إلى أن حرر صلاح الدين الأيوبي يا أخي خلينا نحن نقيف على مبادئنا 62 سنة 100 سنة لكن على الأقل لا ننمطح ولا ننكسر ولا نستسلم ولا نعطي أرضنا لي المصالح والاتفاق بطاحش طيب نعم نعم أنا ما ذكرت لك صلح الحديبية نعم نعم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم من أنا أعلون أسمعني حماس أسمع حماس تقاوم حتى الآن يعني حتى في داخل فلسطين هناك في جهتين أنا والله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حتى أبو مازن أنا لا أحاسب نفسي بهنا أنه هو أبدا أنا بخاطب مباشرة أنا من القرآن الكريم حول ماذا فعلت المسجد الأقصى الفشقة والحلايب من قال أنني أتنازلت عنها لم أتنازل عنها البتة لكن عدم تنازلي عن حلايب والفشقة لا يعني أنه لا أتنازل أنا لن أتنازل من هذه ولن أتنازل من تلك هذه قضية تعنيني جدا لأنه دي مقدسة عندي لأنه هاجر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنها مذكورة في القرآن في قرآن ربنا فأنت خليك صامد القضية بتاعت أنه ده صراع شيخ سياسي طيب شرعيا سياسي في مشكلة في الصلح حتى ما في مشكلة ما في مشكلة في مشكلة في مشكلة في الصلح عندما متى لا ينحكم الله على الذين لا يقاتلكم في الدين يعني نعم لما يقاتلكم في الدين أنه إذا ما قاتلك في الدين كويس لا ينهاكم الله عن موادتهم ممكن يتوهدوا لكن إذا قاتلك في الدين واحتل أرضك كيف؟ الأرض هذه ليست أرض أبو مازن بالمناسبة هذه أرضي كذلك أنا كمسلم أنا هذه أنا أتوق إلى اليوم الذي سأذهب فيه وأصلي في المسجد الأقصى لماذا؟ لأنه مقدس عندي لا تسد الرحال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا تشد الرحال إلا لثلاثة للمسجد الحرام والمسجد والمسجد الأقصى ومسجد هذا فلذلك سيد أبو القاسم سيد أبو القاسم برطم الدول اتطبعت قبل سنوات طويلة جدا وجاء في تقريرة البرنامج اليوم إريتريا طبعت مصر طبعت موريتانيا طبعت جنوب السودان طبع العديد من الدول طبعت علاقاتها مع دولة إسرائيل وطبعت بدوافع اقتصادية بحتة ولكن حالها معلوم لديك ومعلوم للكافة يعني فشنو الفائدة الممكن نرجوها من التطبيع قياسا على هذه الأمثلة يعني والمشكلة أن الناس دائما خدت نفسها أنه طبعت أو عملت علاقة مع أي دولة سواء كان إسرائيل أو غيره أنه هي الظل أنت اليد الدنيا يعني أنت ليه تخد أنه دائما السودان دا داير إسرائيل تدفع له قروش أو تساعد أو غيره أو غيره أنا بتكلم عن تطبيع عن علاقة بتاعت منافع متبادلة علاقة بتاعت ندية إسرائيل عندها مصالح في السودان ولا عندي مصالح مع إسرائيل كلنا نعرف إنه إسرائيل هي قلب أمريكا وروسيا أدينا عذابها كان بقولها جماعة الزمان وأوروبا طيب الآن أنا الدولة الوحيدة اللي على حصار اقتصادي وعلى حظر ما عشان قلتنا كبير ما عشان كولومبيا وغيره عشان مدمر كل عشان موقفنا من إسرائيل طيب ما في دولة لا إريتريا على حظر ولا مصنفة دولة إرهابية ولا ممنوعة من التكنولوجيا يعني العوامل اللي تكلمت عنها في الدول دي هي ما مطبقة في السودان وضع مختلف تماما تتوقع يعني علاقات مختلفة أول حاجة أتوقع أنه فك العزلة واحد اثنين فك
الحظر على السودان. يعني انا كسودان يكون بعد دائما حقي انه انا امشي اتعلم امشي اتعالج امشي افتش التكنولوجيا، الان محروم منها 30 سنه. 30 سنه. نعم. طيب احنا ما طالبين اسرائيل تدينا قروش ابدا، نديها في العلاقه، نديها في العلاقه ومصالح مشتركه، مصالح مشتركه تضغط مع الدول الثانيه. الان في دول اسمها اصدقاء السودان، دير بيساعدوا السودان ليش؟ يعني ما بيساعدوا عشان السودان يطلع من الازمه اللي هو موجود فيها، سواء كانت ازمه اقتصاديه او غيره. اسرائيل تبقى واحده من الدول الصديقه للسودان، مشكله بينها دوله صديقه. شيخ الطيب، تصريح شهير للرئيس السادات لما عاد من اسرائيل في مطار القاهره، صرح باللهجه المصريه قال صراحه ما اقدرش احارب امريكا، بصراحه ما اقدرش احارب امريكا. منطق السيد النائب مقبول، القضيه ما اسرائيل، القضيه اسرائيل الان هي نافذه او بوابه لدول عظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، كل هذه الدول مرتبطة بعلاقات وثيقة مع إسرائيل ومصالحها مع إسرائيل. إذا من يعادي إسرائيل يعادي أمريكا وأوروبا. المقاطعة والحرب على السودان لا علاقة لها بإسرائيل. تأكد بأن الأمر لم يكن له علاقة بإسرائيل. أنا على كل حال هذا رأيي، أنه لم يكن له علاقة بإسرائيل بأي حال من الأحوال. وعلى كل حال حتى إذا كان هذا الأمر، أنا يعني أنا لا أعتقد بأنه المن والسلوى، ما هو حتى الآن المنطق ذاته ذكره القرآن يا أخواننا، والله العظيم القرآن لما ذكر لنا هذا الكلام بيقولوا برطم ده بيقولوا المنبطحين حقيقة أنه فترى الذين يسارعون فيهم دي للمنافقين، نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا، يعني كده عن دائرة. يعني لو انتصروا المسلمين، لو انتصروا اليهود ديل علينا، نحن بعدين حنتضرر من المسألة دي. نظرنا هذه كده الآية دي بالمسألة، ورجعت للطبري ونظرت للجميع لأن تلقى أن بهذه الصورة نخشى أن تصيب لك. أنا قريت لك كثير وسمعناك كثير تتكلم عنه إسرائيل ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح، أنا عارف الكلام ده. أنا طيب معنا أنت بتعادي في أمريكا الآن. أمريكا 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 يا أخوانا، أمريكا الآن الدول التي يعني ذكرت هذه التي ذكرتها، سؤال ذكرته ماذا حدث لها؟ يعني خلاص يعني نزلت عليها المن والسلوى. لا، ليس هناك ضمان أصلا بأنه حتى إذا عادت العلاقات بأنه خلاص نحن على حد هنا، ما في صك براءة بهذا الكلام. على كل حال الحرب بيننا وبين أمريكا وإسرائيل يا أخواننا لا ينبغي أن نستسلم. الاستسلام ده ممنوع. أن أنت لأنك في حالة بتاع الضعف يا أخي، إن شاء الله يجي يوم صلاح الدين الأيوبي يرجع لنا حقنا، لكن قصد أنه نحن نستسلم الآن فقط لأنه جعانين وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوانا كان في فرطم لما لا ننتظر صلاح الدين في شعب بني هاشم. خلينا نتم كلامي لك، خلينا نتم كلامي أبدا ما أنت بتشوف نفسك كذا، يعني بتشوف نفسك المفروض تدوك الحلقة كلها. ما أقول لك خلينا ما تقاطعني يا أخي، ما تقاطعني. خلاص الحلقة دي ممتدة إن شاء الله. نحن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كان في شعبي بني هاشم كم حاضر كم سنه؟ 3 سنوات اكلوا الجلود وكذا. ما مشكله يا اخواننا، القضيه اكبر من كذا، لان القضيه ما اكلوا شراب، الاكل الشراب ده حق هناك بس حق البهائم يتمتعون وياكلون كما تاكل نعام. نحن عندنا قضيه حق نجيب موقفنا ده، الواحد الموقف الذي ينجيك مع الله سبحانه وتعالى. طيب ما نمشي نحارب يا شيخ الطيب بالمنطق ده، ما نمشي نحارب اتصل القضيه كده بالقناعات يعني. هو حس بيسمحوا لك ما يسمحوا لك تحارب، حس لما في حدود، حس حماس دي ما مضيق الخناقه عليها عشان ما تحارب. حتى انت تجي صدقني صدقني اذا فتحت الابواب للمجاهدين. انت تتكلم انك كفرد مسلم، كفرد مسلم. نعم، المانعك شنو تمشي تجاهد؟ انا ما عندي اي مانع. المانعك شنو العائق شنو؟ بيفتح ممنوع ممنوع ممنوع، ما بيسمحوا لك. انا كنت ما بيسمحوا لك اخي، اذا كان انا ما بيسمح لك أن تمشي تعاطف في فلسطين، ما بيسمح لك، ما بخلوك تخش أصلاً وكذا، يعني ما بيسمح لك. ده الكلام كده، ده العائق، ده العائق يعني. ها ده العائق، ولا سنرى الشيخ الطيب مجاهداً. نعم، طب محمد صالح عمر ما مسك قبل كده وجاهد هناك وكذا، وفي ناس كتار جاهدوا هناك وقعدوا هناك. نحن هذه أرض ينبغي أن نجاهد في سبيله، لأن أرض مقدسة، أرض ليست عادية، أرض مقدسة ذكرت في القرآن الكريم. يعني هي ليست الخرطوم ليست مذكورة في القرآن الكريم، لكن دي مذكورة في القرآن الكريم. أنا بالنسبة لي القضية هي قضية عقدية، وليس سائل الله سبحانه وتعالى. أنا بفتكر أي مسلم حتى عندما يتخذ موقفا حول هذا الأمر
اسال نفسه انه ماذا يقول لله سبحانه وتعالى عندما يقول بانه انا الدين ما شغل بيه كثير، وبقضيه دي ما قضيه ما بتعنيني في شيء، القران ما شغل بيه كثير ابدا. كيف ما تقول وتقول لي الله شنو اذا كان بتجد على القران وتقول بانه ما بيشتغل بيه كثير؟ كيف انت كمسلم ينبغي ان تتخذ موقفك على اساس ديني؟ سيد برطم، شنو المصالح الممكن يحقق التطبيع بين السودان واسرائيل؟ لا قبل المصالح هنتكلم في حاجه لو دارت تعقد، يعني انا بعتبر انه المزايده بالاسلام دي من قضيه خسرانه، يعني الاسلام السياسي ده المزايده بقت عن قضيه خسرانه حق الناس تجاوزها كويس. الاسلام السياسي هو الان بالنسبه لي هو منهج سياسي زيه زي الشيوعيين زيه زي غيره، هدفه وصول السلطه وصل ليها واثبت فشل في الفتره دي. فنحن نقعد نزايد بالاسلام والاسلام والاسلام والاسلام، دي جزئيه حقه احنا نتجاوزها، لانه انا الوضع ذاته اختلف تماما. الثوره طلعت ضد الاسلام السياسي بتكلم عنه خطيب نعم. طيب وبعدين بتكلم كانه نحن المسلمين الوحيدين في الدنيا دي، يعني كانه احنا السودانيين ديل هم الوحيدين المسلمين في الدنيا، هذه ذات قضيه ثانيه يا اخي. انت عايز تجاهد ديك القصر تجاهد فوقها، لكن ما تقدر نعمل شيء جاهد معك. انا زي ما قلت تعالى باكد انه انا بتهمني قضيه مركزيه الخرطوم، انا دي خرطوم عمليه من القدس، الخرطوم اهم لك من القدس، اهم لك من القدس واهم لك من مكه ذاته. يا لطيف يا الله.